لاخر 7 دقايق في المباراه، ولكن دايما وابدا النادي الاهلي هو اللي مفرحنا وهو اللي بيسعدنا. الحمد لله الحمد لله، ربنا كرمنا. الماتش يعني زي ما انت بتقول كده سخن في الهاف تايم الثاني، في ماتش بقى كويس. الاول ما كانش ماتش يرتقي يعني لانه فاينل كاس، وبالذات من ناحيتنا احنا. الحمد لله ان ربنا وفقنا، لان طبعا التوفيق من عند ربنا. اللعيبه بذلت جهد في الاخر، ولكن يعني ما كانش لازم نوصل للنقطه اللي احنا وصلنا لها دي، وان احنا نبقى بنكسب في اخر 7 دقايق من الوقت الضايع يعني، بس قصدي من وقت الاضافه. ولكن الحمد لله اللعيبه كانت برضو رجاله وحاربت لغايه اخر دقيقه، وده النادي الاهلي ان انت بتحارب لغايه اخر دقيقه يعني. فالحمد لله ان ربنا وفقنا يعني. قيمة النادي الأهلي وقيمة ولاد النادي الأهلي دايما بتظهر في الوقت الصعب، في الوقت اللي خلاص إن كل حس إن فريق مصر كان بيتجهز وبيجهز نفسه، حتى مجلس الإدارة بيجهز نفسه للاحتفال. قرر المشهد وتعاد تاني، ولكن الأهلي يبقى هو الأهلي. هو حصل قبل كده قبل كده فعلا، بس ده توفيق ربنا يعني طبعا الحمد لله. لكن طبعا زي ما أنت بتقول إن الناس لغاية آخر دقيقة بتحارب، وعندها يعني الناس في الملعب واحنا بره عندنا احساس ان احنا هنكسب الماتش، مش هنتعادل، هنكسب الماتش يعني. احنا قاعدين حاسين، احنا مثلا كمجلس اداره، او بلاش مجلس اداره، انا كعضو نادي الاهلي وكمشجع نادي الاهلي، انا لغايه اخر 7 دقائق دي انا حاسس ان احنا هنكسب. فطبعا بس في احتمال ان احنا نروح لركلات الجزاء، لا عندنا امل ان احنا هنكسب. لا انا يعني بالذات بعد الجون الاولاني قلت لهم هنكسب، لا ان شاء الله هنكسب طبعا، بس يعني ده احساس. لكن طبعا توفيق ربنا هو اللي بيفرق، لان انت في الاخر ممكن اول ما تكسبش، لكن انت داخليا لا حاسس ان انت هتكسب، يمكن عشان احنا رايحين على الجول على طول على طول على طول. لكن انت عارف، انت بتقول ده النادي الاهلي، انت حاسس لغايه اخر دقيقه ان انت ممكن تكسب، والحمد لله. احنا مش يعني بص، الاهلاويه مش متعودين انهم يدخلوا بطوله ويخسروا. مش بتكلم على مجلس اداره، بتكلم على الاهلي. انا اهلاوي قبل ما ابقى في مجلس الاداره، فلا مش متعود اي بطوله ان انا ادخل وابقى هخسر. لا دايما احنا شايفين الاول مكسب قدامنا، هو ده اللي بنلعب عليه. فالحمد لله ان ربنا بيوفقنا، كل مجتهد النصيب. حضرتك تقول ايه للاعبين وللجهاز الفني بعد مجهود 120 دقيقه وموسم طويل وشاق؟ الاهلي توجوا وكللوا بالدوري والكاس، وعوده مره اخرى النادي الاهلي يحصل على الثنائيه بعد عام 2007 بعد غياب 10 سنوات. بص يعني انا مش عاوز اقول 10 سنوات، لان طبعا 10 سنوات دي كان فيها سنين انت ما بتدخلش اصلا، وفي سنين بتلعب بالناشئين ومش يعني. لكن على طبعا في الاخر برضو السنتين الاخرانيين احنا ما قدرناش ناخد الكاس، وده كانت حاجه تضايق طبعا. ولكن طبعا اللعيبه بجد انا بهنيهم، الناس دي بذلت مجهود رهيب الموسم بحاله، سيبك من 120 دقيقه دي، بكلم الموسم كله. فطبعا مجهود رهيب، والحمد لله ربنا وفقهم في الاخر انهم اخذوا البطولتين، وعملوا يعني عملوا اصلا في الدوري ان عمرهم ما اتغلبوش ولا ماشي، دي نفسها ريكورد. وبعدين اخذ البطولتين مع بعض، ده كويس قوي، كمان ريكورد تاني الحمد لله. عايز اقول لحضرتك ان الكابتن حسام البدري اول مدرب مصري في تاريخ كره القدم المصريه يتوج بكل البطولات اللي شارك فيها، والبطولات المقامه في الدوري المصري، كاس السوبر، كاس مصر، دوري ابطال افريقيا، السوبر افريقيا، كلها بطولات تتوج ورقم للكابتن حسام البدري. خدهم خلال شغله، لكن مش في موسم واحد يعني. طبعا ده ودي حاجه كويسه طبعا تحسب للكابتن حسام. طبعا الكابتن حسام من احسن المدربين المصريين الموجودين في مصر دلوقتي، ان ما كانش احسنهم. والحمد لله معاه فرقه كويسه قوي، كمان فرقه تعتبر احسن فرقه في مصر دلوقتي، وكل ماده النضوج عندهم بيزيد، ودي حاجه كويسه. وانت الى الان برضو لسه بتغير جلدك يعني، احنا كنا قلنا الكلام ده بقالنا 3 سنين بنقول يا جماعه احنا بنغير جلدنا، واحنا بنعمل فرقه جديده، واحنا كلام كان بيتقال في الاول ان احنا واخديننا على ضعف، على اساس ان احنا بنقول كده بس لمجرد ان احنا ما باليد حيله، ولكن لا احنا بنغير. احنا اول ما جينا كمجلس 9 من اللعيبه منتخب مصر، 9 احسن 9 في مصر اعتزلوا. فانت بتعمل فرقه كنت من جديد. الحمد لله ابتدينا اهو تظهر بشاير المجهودات دي، الفرقه ابتدت تقف على رجليها، لسه في كمان، وان شاء الله هتبقى احسن من كده الموسم الجاي وربنا يسهل. شخصيه وقيمه النادي الاهلي بتظهر في الوقت اللي حضر اللي كمجلس اداره النادي الاهلي او كاداره النادي الاهلي بتفتح المجال للعيبه للاحتراف، في نفس الوقت محافظ على شخصيه وقوه الفريق البطل اللي بيقدر يحافظ على قيمته ومكانته ويحقق البطوله. بص انت ممكن تسال اي حد اهلاوي او حد في مجال الرياضه في الاهلي، النادي الاهلي اللعيبه بتاعته بتتعلم ده من الصغر،
بتتعلمها بتتغرس جواها ان هو دايما بيلعب على بطولة، دايما هو الاحسن، دايما لازم يكسب. فدي حاجة موجودة في النادي الاهلي من الصغر، وده اللي بيديها قوة، بيديله القوة دي والارادة دي ان هو بيكسب، والثقة، لان هو بيبقى واثق ان هو ان شاء الله هيكسب، ودي لاخر ثانية زي ما انت شايف. استاذ كامل بنشكر حضرتك ونتمنى يا رب دايما المزيد من الانتصارات والبطولات للنادي الاهلي. يا رب يا رب. شكرا.